نكمل لكم بهذه الخصله اللي موجوده في تاخير الزمان، وتجعل الدعاة الى الله والمصلحين غرباء. في واحد الحديث: تنفطر له الجبال وتتفتت له الاكباد. دائما كنقولوا هذا ودائما نعاودوا فين ما مشيت. فين ما مشيت كنعاود هذا الحديث. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ديال الكلمات: كيف بكم اذا كنتم لا تامرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر. سيدنا النبي كيقول لهم اش يكون حالكم منين يجي واحد الوقت ما تبقاوش تامروا بالمعروف وما تنهوش عن المنكر، تشوفوا المنكر وتسكتوا وتشوفوا المعروف وما تعاونوش. الصحابة لم يتصوروا أن يصل بهم الحال إلى درجة أن يتطبعوا مع المنكر فلا ينهوا عنه، وأن لا يستحثهم الخير على الأمر المعروف. قالوا مستغربين: أو كائن ذلك يا رسول الله؟ غادي يكون في الأمة عن النبي وما يقرأ القرآن، ويا ربي يا ربي يا ربي. لم يطيقوا سماع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا على حبيب رسول الله. أتعرفوا سيدنا النبي واش مجابهم؟ لا، حسب غادي يقول لهم كائن. قال لهم: والذي نفسي بيده لأشد من ذلك سيكون. أكثر من ذاك الشيء في الأمة. قالوا: وما أشد من ذلك يا رسول الله؟ وقلوبهم ترتجف. قال: كيف بكم إذا كنتم ترون المعروف منكرا وترون المنكر معروف. ماشي ما بقيتوش غيتأمروا، نقلب لكم القلب نتاعكم انتكاس. الخير ولا تشوفوه شر، والشر تشوفوه خير. القلب ديالكم تطبع نقلب، نمسخ القلب. هذا هو المسخ في أمة رسول الله، لأن المسخ في أمة رسول الله زوج: كاين المسخ الحقيقي والمسخ المعنوي. المسخ المعنوي هو مسخ القلوب، حينما تشرب القلوب المعاصي فتتطبع مع المعصية فترى المنكر معروفا وترى المعروف منكرا. هذا مسخ ديال المسلمين، مسخ معنوي. فقالوا: أو كائن ذلك يا رسول الله؟ الثانية سيدنا النبي ما قالهمش هو كائن هذاك الشيء واسكت. قال: والذي نفس محمد بيده وأشد من ذلك سيكون. ربي 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 ربي. قال: وما أشد من ذلك يا رسول الله؟ وقلوبهم ترتجف. واش بقى لها الأمة منين ولات تشوف المنكر المعروف والمعروف المنكر؟ واش بقى لهم؟ قال: كيف بكم إذا كنتم تأمرون بالمنكر وتنهون عن المعروف؟ توقفوا مع اليهود وتقاتلوا المسلمين في غزة. وتنهاوا عن المعروف. تحاربوا الدين. قالوا: أو كائن ذلك يا رسول الله؟ في الأمة غادي يوليو ينهاوا عن المعروف ويأمروا بالمنكر. ما قالهمش النبي وهو يسكت. قال لهم: والذي نفس محمد بيده وأشد من ذلك سيكون. 4 مرات. قالوا: اشد من ذلك سيكون. واش كان شي حاجه اكثر ما باش الامه تبقى تامر من المنكر وتنهى عن المعروف؟ كان شي حاجه فوق هذا الشيء. سمعوا اللي فوقها واسمه هي اللي وصلنا لها. كيف بكم اذا طغت نساؤكم؟ البارح واحد المراه في المغرب من منطلق ما يسمى المقاربه الحقوقيه، اكو شفتها كاع في الانترنت وشفتها في الماء، كتقول لهم اش كتقول لهم؟ كتقول لهم ايوا العلاقات بين الرجل والمراه اذا كانت رضائيه راه مشروعه. سمعتها ولا ما سمعتهاش؟ هذه بالسلمان. ومراه اخرى قالت لهم: انا غادي نستعمل الجسد نتاعي نخدم به القضيه نتاع الاكراد كيجي ونعطيهم الجسد نتاعي. هذه مغربيه كتقولها في الملا الاعلى. كنت سمعت وقريت وراك وشفتو. كيف بكم اذا طغت نساؤكم؟ طغت نساؤكم وفسق شبابكم. ما عندكمش مستقبل. النساء اللي يخليو الرجال طاغيات والشباب فاسقين، اذا كي داير المستقبل تاع امه اللي النساء فيها طاغيات والشباب فاسقين؟ اسمعوا واش كملها النبي صلى الله عليه وسلم. كيف بكم بعد ثلاثه نتاع المراتب نتاع الفساد، لا يامرون ولا ينهون. الاولى يرون المنكر معروفا ويرون، الثانية يأمرون بالمنكر وينهون، الثالثة والرابعة طغيان النساء وفسوق الشباب. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: منين توصل الحالة هكذا؟ بي حلفت. وربي تزلزل السماء، سيدي ربي راه يقسم. يقول الله لهذوك الناس: بي حلفت. سيدي ربي يقسم
ذات العلية بي حلفت لأتيحن عليهم فتنة هوجاء تدع الحليم فيهم حيران. شت الفتنة اللي كاينة؟ شت الفتنة اللي كاين؟ العالم كله يموج في العالم الإسلامي. المسلمين يضربوا بعضهم بالبراميل المتفجرة، يقتلون المئات والآلاف في اليوم الواحد. تداعت الأمم إلى أمة محمد كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فتنة كبيرة رحنا فيها باش تواجهها، باش تواجهها. جمع كل شيء، العلم والانكباب عليه في هذا الزمان تاع الفتن، والعمل الصالح ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وخدمة الناس والدعوة إلى الله والتعاون مع الخيرين، الخيرين كلهم لنفع الأمة. في مشت واحد فيه الخير، ضم جهدك إلى جهده لخدمة أمة رسول الله. هذا خمسة. علم تتعلمه يفيدك ويفيد الناس، وعمل يفيدك ويفيد الناس، وخدمة للمجتمع تفيدك وتفيد الناس، ودعوة لله تفيدك وتفيد الناس، وتعاون مع الخيرين لخدمة الأمة يفيدك ويفيد الناس. فأنت الغريب، وإذا رحلت من الدنيا رحلت رحيل الغريب المشتاق للقاء أحبابه رسول الله والصحابة وأولياء الله الذين مروا من هذه الدنيا على هذا المنهاج. نسأل الله أن نكون منهم، وأن يجعلنا ممن يخطو على أثر خطواتهم. والله تعالى أعلم. وهذا السيد الله يرحمه ويسع عليه ويلحقنا به مسلمين، وصلى الله على حبيبنا محمد.